الراجل الشاق جدا لخدمة هذا البلد في هذه المرحلة. نموذجا في البذل والعطاء كان دائما ما لبى نداء وطنه، لم يبخل عليه وأهله بعلمه أو جهده. الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق غادر دنيانا عن عمر ناهز 88. ولد في 12 من يناير عام 1933 بالمنوفية، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشيغان الأمريكية. للدكتور الجنزوري تاريخ طويل في شغل المناصب المختلفة، شغل منصبي محافظ بني سويف والوادي الجديد في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم مديرا لمعهد التخطيط القومي، وتولى وزارة التخطيط، وبين عامي 1996 و1999 تولى رئاسة وزراء مصر. عام 1983 تبنى الدكتور كمال الجنزوري فكرة الخطة العشرينية لإنقاذ الاقتصاد المصري، لتدخل مصر بعد انتهائها عام 2003 مرحلة الانطلاق. دائماً ما رعت خططه الاقتصادية محدود الدخل والطبقات المتوسطة، ليلقب بوزير الفقراء. شغل منصب رئيس الوزراء مرة ثانية عقب ثورة يناير عام 2011 لمدة قاربت 7 أشهر. للدور الكبير للدكتور كمال الجنزوري في خدمة وطنه وعطائه الذي لم يتوقف نعاه مجلس الوزراء. على روحه وقف أعضاء المجلس دقيقة حدادا ليؤكد المجلس تقدير مصر وأبنائها لكل ما ساهم به الدكتور الجنزوري خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة، من قيادة دفة الحكومة لفترتين دقيقتين من تاريخ البلاد، وتفانيه في تقديم خبراته الواسعة لخدمة بلاده لا سيما في المجال الاقتصادي. رحم الله الدكتور كمال الجنزوري. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.